يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون؟ نعم، إذا أهل الإيمان إذا غضبوا والغضب من الشيطان، مسهم طائف من الشيطان وهو الغضب، لأن الغضب من الشيطان، تذكروا فتراجعوا عن الغضب وأمسكوا أنفسهم عن الغضب فإذا هم مبصرون، ذكروا الله عز وجل. نعم.